أكدت وزارة التربية والتعليم تعديلها إجراءات تنظيم الرحلات المدرسية خلال العام الدراسي، وهذه التعديلات بحسب مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم أجمل تويقات جاءت لتسهيل الإجراءات وتبسيطها والحفاظ على سلامة الطلبة، إذ كان يسمح لحركة الطلبة يومين فقط والآن أصبحت 3 أيام للذكور وثلاثة أخرى للإناث. وفي حديثه عن الشروط لتسيير رحلة الاستكشاف والمغامرات، لفت تويقات إلى وجود مكتب يملك سجلا تجاريا موثوقا ومختص في المجال ولديه كادر مؤهل. رحلات الاستكشاف والتحدي والمغامرات كانت موقوفة تماما، الآن أصبحت مفتوحة لكن ضمن شروط وشروط تناقش في أروقة الوزارة ولمعالي الوزير أو من يفوضه في اتخاذ تنفيذ هذا القرار. يجب يكون عندنا مكتب له سجل تجاري موثوق يعمل في رحلات الاستكشافات والمغامرات. نحن لا نكتفي بمرافقة المشرفين المتخصصين في المدرسة بل على المدرسة التي تنفذ هذه البرامج أن يكون تستند إلى فريق منظم، فريق له سجل تجاري، له اختصاص مؤهل، كادر جاهز في أي لحظة لا سمح الله، لأنه طبيعة هذه الرحلات فيها شوية إجراءات يعني قد لا تكون تحتاجها في الرحلات الأخرى.